الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم. من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم. والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. من شرك الشيعة في توحيد الألوهية دعاؤهم بالطلاسم والرموز واستغاثتهم بالمجهول. والطلاسم هي عبارة عن رموز وأشكال وعقد وحروف وأرقام. الطلاسم هي عبارة عن رموز وأشكال، مثلثات أو دوائر أو صليب على أطرافه أربع نقاط أو إكس على أطرافه نقاط أو أشكال مختلفة، وعقد وحروف ألف ب ت وأرقام في مربعات يستخدمها الشيعة. طلسم. يبقى الطلاسم هي عبارة عن رموز وأشكال وعقد وحروف وأرقام، والطلسم عقد، وهو نوع من أنواع السحر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به منها. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. أما ما يكتب بداخل هذا الطلسم فيكتب كلمات لا يعرف معناها، أو أسماء للجن، أو أسماء لبعض الأشخاص، أو آيات من القرآن الكريم مقطعة أو كاملة تكتب بالزعفران في الغالب أو القلم الأحمر وتوضع مع المريض للشفاء كما يعتقد هؤلاء، وكلمات لا يعرف معناها والتوسل بها حرام. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، والاستعانة لا تكون إلا لله وحده، والنذر والخوف والخشية والإنابة والتوكل والاستغاثة والاستكانة كلها عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل وحده. والدعاء، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه وحده. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن تبين أن دعاء غير الله شرك، والله سبحانه وتعالى حرم تعلم السحر وتعليمه والعمل به. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وإليكم بعض هذه الطلاسم التي أوردها الشيعة وجعلوا فيها بعض آيات من القرآن الكريم وأسماء لا يمكن أبدا أو ما أنزل الله بها من سلطان ولا يمكن أن تكون أسماء للإنس بل هي أسماء للجن. قبل أن أقرأ هذه الوثيقة أقول: لا أحد يستطيع أن يفهم هذه الكلمات، وأنا أدعي المشاهد الكريم يقرأها معي ثم يقول لي ماذا فهم منها. هذه الوثيقة لحرز الإمام علي كما يدعي الشيعة، يعرضها الإخوة، جاءت في بحار الأنوار في الجزء 91 في الصفحة 94 بعد 100. هذا حرز للإمام علي أمير المؤمنين كما يزعمون. قال: حرز لأمير المؤمنين صلوات الله عليه للمسحور والتوابع والمصروع والسم والسلطان والشيطان
وجميع ما يخافه الإنسان، ومن علق عليه هذا الكتاب لا يخاف اللصوص والسارق ولا شيئا من السباع والحياة والعقارب وكل شيء يؤذي الناس، وهذا كتابته. بسم الله الرحمن الرحيم. أي كنوش، أي كنوش، أرشش عطيني طح، يا مي تطرون فريا لسنون، ما وما سام سوية طيطشالوش خيطوش مشفقيش مشاصوش. هذا كلام غريب جدا وأنتم تتعجبون، ربما يعرض هذا الكلام على الشاشة لأول مرة، ولكن لابد منه حتى يعلم الإخوة حقيقة هذا الكلام. هذا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، أخرج بقدرة الله منها أيها اللعين، بعزة رب العالمين أخرج منها وإلا كنت من المسجونين، أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، أخرج منها مذموما مدحورا ملعونا كما لعن أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا، اخرج يا ذوي المحزون، اخرج يا سراسور بالاسم المخزون، يا مي تطرون طرحون مراعون، تبارك الله أحسن الخالقين، يا هيا شر هيا حيا قيوم بالاسم المكتوب على جبهة إسرافيل، اطرد عن صاحب هذا الكتاب كل جني وجنية وشيطان وشيطانة وتابع وتابعة وساحر وساحرة وغول وغولة وكل متعبث وعابث يعبث وكل متعبث وعابث يعبث بابن آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فمن دعائهم وشركهم دعاؤهم بهذه الطلاسم التي سمعتم ورأيتم، وأيضا من ضلالهم وشركهم دعاؤهم بالرموز والحروف، وزعموا أن هذه أحراز الأئمة وهذه أدعيتهم وحجبهم، فيكتبونها ويتمتمون بها من أجل الشفاء والسلامة كما يزعمون. وقد أورد المجلسي من ذلك فأكثر في كتابه، وأورد طائفة من الألفاظ التي لا معنى لها، وجاء ببعض صور تلك الطلاسم برسم غريب في كتابه البحار على أن ذلك من هدي الأئمة للشفاء. من جملة هذه الطلاسم قوله: أعوذ بيا أيا شرا هيا. قل لي ماذا فهمت أيها المشاهد من هذه الكلمة؟ أعوذ، هذا طلسم يحتجب به الأئمة عند المجلسي، أعوذ بيا أيا شرا هيا، غير أنه قد يكون اسم لجني أو ما شابه عياذا بالله. ومن دعائهم بالحروف، لما جعلوا هذه الحروف، جعلوا الأحجية بهذه الحروف التي لا معنى لها من عوذات الأئمة كما يفترون، وقالوا من دعائهم بالحروف: اللهم بالعين والميم والحاء وبنور أبو الأشباح، يبقى اللهم بالعين والميم والفاء والحائين وبنور أبو الأشباح، أعوذ بك من شر من ذب ومشى، ويجعلون هذا حجابا يحتجب به الأئمة عمن أراد الإساءة إليهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا في الحقيقة دعاء، هذا الدعاء بهذه الأحراز والحروف وكتابتها على هذه الطلاسم يعد شركا بالله الواحد القهار، لأنه دعاء غير الله وليس من أسماء الله ولا صفاته، فأسماء الله توقيفية كما جاءت في الكتاب والسنة، لا يجوز أن ندعو الله تعالى بغيرها، كما أنها ألفاظ لا يعرف معناها والتوسل بها حرام. ولذلك يقول الإمام الصغاني، الإمام الحسن بن محمد الصغاني، قال رحمه الله في كتابه الموضوعات، قال: وربما يكون التلفظ بهذه الكلمات كفرا لأننا لا نعرف معناها بالعربية، والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهؤلاء يقولون: أعوذ بيا أيا شرا هيا، إلى أن قال: وقد ضل بهذه الدعوات المجهولات خلق كثير، وقد ضل بهذه الدعوات المجهولات خلق كثير. أما الاستعانة بهذا الشيء المجهول فإنهم يستغيثون به حين الضلال أو عند الضلال في الطريق، يستعينون بالأموات و
يستغيثون به من دون الله ويستعينون بنظر من غاب عنهم من ملائكة وجن وإنس في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا كله شرك أكبر لا يغفر أبدا ولا يقبل صاحبه إلا إذا تاب منه، إلا إذا تاب منه، لأن هذه الاستعانة فيها قربة وعبادة إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تصرف إلا له خالصة خالصة لوجهه الكريم. جاء في مصادرهم المعتبرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه قال: إذا كنت في سفر وضللت الطريق فنادي يا صالح أو يا أبا صالح أرشدونا يرحمكم الله. وجاء ابن بباويه القمي وبوب بابا بعنوان باب دعاء الضال إذا ضل في الطريق، بعد أن ذكر الرواية السابقة وقال: روي أن البر موكل به صالح والبحر موكل به حمزة، فمن هو صالح ومن هو حمزة؟ جاء ما يكشف عن هوية صالح في كتاب الخصال لابن بابويه القمي أيضا، وهو يتحدث عن حديث 400 بإسناده إلى علي قال: إذا كنت في سفر وضللت الطريق فنادي يا صالح أغثني، فإن في إخوانكم من الجن جني يسمى صالح يسبح في البلاد لأجلكم، قد نظر نفسه لكم محتسبا محتسبا نفسه لكم، فإنه يأتيكم ويرشدكم إلى الطريق ويوجهكم ويمسك عليكم دابتكم. معاذ الله من هذا الإجرام الذي يعتقد به هؤلاء، ويبدو أن هذا ورثوه عن أهل الجاهلية الأولى فهو من دينها. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أهل العلم: أرهقوهم. كان أهل الجاهلية من العرب إذا نزلوا واديا استعاذوا واستغاثوا بعظيم ذلك الوادي أن يصيبهم شيء بسوء، فأرهقهم الجن وتجرأوا عليهم وأرعبوهم وأكثروا في خوفهم. لكن لما جاء الإسلام استعاذوا بالله وحده وتركوهم. فالشرك، فالدعاء غير الله شرك، كما أن تعليق هذه الطلاسم شرك بالله عز وجل. جاء عند أحمد وأبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رقى والتمائم والتولة شرك، من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فقد أشرك. نصوص وألفاظ مختلفة. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال: لماذا؟ لأنه يعتقد في هذه التميمة أو في هذا الحجاب أو في هذا الطلسم، يعتقد فيها النفع والضر، يعتقد فيها جلب المنافع ودفع المضار، ويضعف توكله على الله سبحانه وتعالى. هذا حكمها عند أهل السنة شرك. أما حكم هذه الطلاسم وتعليقها عند الشيعة، نستمع سويا إلى هذا المقطع ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، سؤال يقدم إلى سماحة آية الله العظمى سيد علي السيستاني، يقول: ما هو رأيكم في كتابة الطلاسم والأحراز وحملها أو شرب مائها بهدف الحصول على غاية مثل الشفاء؟ هواي من الناس تكتب طلاسم، تكتب أحراز، تكتب آيات، تكتب أذكار معينة، إما يخليها على رأسه يشدها برقبته يخليها ماي، فشنو حكمها يا سيدنا؟ شنو حكم هذه؟ يقول السيد: لا مانع من إن لم تكن سحرا. أكو كثير من الأحراز والطلاسم والآيات والطرق التي وردت عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بروايات صحيحة، فهذه لا إشكال في استخدامها والعمل بها بعد الاتكال على الله، ما لم تكن نوعا من أنواع السحر فيحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء جدا بسيط، دعاء جدا بسيط مروي عن أهل البيت عليهم السلام، تقدر تكتبه وتخليه بجيبك. هذا يعني بصراحة مجربة جدا، يشهد الله ويعلم، أنه انكتبه لبكاء الطفل مثلا، للمرضي، للحسد، هواي من الولد اللي يجوني أنه أكتبه لهم بسيارتهم، أكتبه لهم ببيتهم، وهم يقولون والله نافع جدا، وما نقدر نستغني عن هذا الدعاء أو الحرز. تقدر حبيبي تكتبه، والأفضل أنه تكتبه بماء الزعفران، حبر الزعفران، وتخليه بجيبك أو بالحبر العادي، ماكو إشكال.
خوش عيون فكلمات جدا عظيمة وبسيطة جدا وسهلة تكتبها وتشيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا خفت من العين، من الحسد، من السحر، من كل هذه الأمور، خوش حبيبي، فهذا تكتبه إن شاء الله. إذا أردت أيضا من الحفظ، إذا أردت مثلا أنه الله يوفقك بحياتك، كتبه وخلي بجيبك أو اقرأ. شنو هاي الكلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا ذا السلطان العظيم والمن القديم والوجه الكريم، يا ذا الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافي فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان من أعين الإنس وأنفس الجن، وصلي على محمد وآل محمد. وتضيف لها جوه كاف ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو جوها تكتب أيضا طلسم أمير المؤمنين عليه السلام، وموجود أيضا بضياء الصالحين إذا تحب تراجعه. خمس هاءات، يعني حروف خمس هاءات، ها عيني هسه لو عندي قلم كتبته، خمس هاءات وخطين مايلات، ها عيني، وعلامة اكس حولها اربع نقاط، ها عيني، وبعد سبع همزات، سبع همزات، ثم ها ثم واو، ها عيني، ثم هاء ثم واو ثم صاد ثم ميم وسط الصاد، خوش عيني. هذا معروف خمس هاءات، يعني هذا معروف هذا الطلسم، خمس هاءات، خمس هاءات، ثم خط فوق خط، ثم صليب حوله أربع نقط، سبع همزات، ثم واو ثم هاء ثم واو ثم صاد ثم ميم بالوسط. هذا معروف أيضا يكتب مرات على الخواتيم، على الأحجار الكريمة، خوش عيني. وهذا إن شاء الله فائدة جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، خوش عيني. راح شوي أوقف المقطع، أجيب قلم وأكتب لكم إن شاء الله سريعا. رجعت عيني وجبت لكم إن شاء الله هذا كتبته لكم إن شاء الله. فكتبته خمس هاءات، خط فوق خط، صليب حوله أربع نقاط، ها عيني، سبع همزات، ثم واو ثم هاء ثم صاد ثم بيم بالوسط. هذا أيضا كتبه تقدر تنقشه على الحجر على كذا، يعني عظيم الأثر إن شاء الله. كما سمعتم ورأيتم هذه الأحراز والطلاسم عند الشيعة وما يعتقدون فيها، وهذا أيضا دعاء آخر للحماية من شياطين الجن والإنس، جاء في مفتاح الجنان للمجلسي. مفتاح الجنان يختلف عن مفاتيح الجنان لعباس القمي حتى لا يحدث خلط. هذا ما يسمى في هذه الوثيقة لو يعرضها الإخوة، يسمى بدعاء السيفي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إن الله على كل شيء حفيظ. أعزمت عليكم يا أصحاب السر والخواص وأصحاب السحر والوسواس، واعتصمت بك يا الله يا الله يا الله يا الله، وبحق الخضر والإلياس، وبحق كيهنج مهنج كيهنج خوانج مرخوخ مرخوخ مهموج فهموح، وبحق أبخ زجر هيموع طفعان أزر، وبحق آدم ونوح وعلي، واعتصمت بك من شر الجن والإنس والأهرميين أو الأهريمن وهمزات الشياطين والجنود والأتباع، ومن كل آفة وعاهة، واعتصمت بك يا الله من كل بلاء، وبحق محمد ودانيال، وبحق أبخ أبخ أبخ، وبحق أرش وأرش 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 وأرش، نورش نورش أبخ أبخ، أهيا شرا هيا أدبارث، وبحق عظمتك يا الله يا الله، احفظني من كل البلاء والعاهة بحرمة موسى وعيسى، وبحرمة داود وسليمان وزكريا ويحيى، وبحرمة إسماعيل وإدريس وشيث وجرجيس، وبحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. توكلت على الله الذي لا بداية له ولا نهاية له، واعتصمت بك من شر الجن والإنس بقراءة السيفي، واستجب دعائي وانصرني على أعدائي يا غياث المستغيثين، أغثني يا حي يا قيوم، ويا حي يا قيوم، ويا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك إني كنت من الظالمين.
كلام غير مفهوم، أتحدى أن يفهم أحد شيء من هذا الكلام أو أن يقرأه بشكل مستقيم. ونحن نتساءل أيها الشيعة، طلاسم وأحراز الشيعة تخاطب من؟ أليست عبادة للجن؟ أليست عبادة للشيطان؟ نتساءل في هذه الحلقة ونحتاج جوابا من الشيعة عبر موقع البرنامج، صفحة البرنامج أو موقع القناة أو صفحة القناة، نحتاج جوابا. هذه الطلاسم والأحراز تخاطبون بها من غير الجن، وتستعينون بمن فيها غير الجن. معنا أيضا فيديو يوضح كيفية الغنى بالطلاسم عند الشيعة. من أراد الغنى ماذا يصنع عند الشيعة؟ يحمل طلسم ويكتب فيه يا غني. نستمع سويا إلى هذا المقطع ثم نعود. مرحبا بكم أيها الأحبة في لقاء متجدد. الكل منا يبحث عن المال وعن البركة وعن الرزق، البركة في الأولاد، البركة في الأموال. اليوم أيها الأحبة، بعد بحث طويل وصلنا إلى حرز مجرب في جلب المال والرزق. إذن العنوان: احمل هذا الحرز المجرب لجلب الرزق والمال. هذا الحرز، وإن شاء الله راح ننزله على الصفحة جزاكم الله خير، حرز مجرب لجلب الرزق والمال. الواقع أيها الأحبة، الحرز هو يعتمد على واحد من أسماء الله الحسنى، ألا وهو الغني أيها الأحبة. واضح؟ نكتب يوم الخميس، جزاكم الله خير راح أعيدها، نكتب يوم الخميس عند شروق الشمس. إن شاء الله راح يجينا هذا الخميس جزاكم الله خير، لما تطلع الشمس، واضح؟ شروق الشمس جزاكم الله خير، يوم الخميس عند شروق الشمس على ورقة بيضاء بقلم أحمر، هاي قلم جاف أحمر، قلم ماجيك أحمر، قلم أحمر، نكتب. ماذا نكتب؟ بقلم أحمر شنكتب؟ هذه هسه إن شاء الله جزاكم الله خير، وإحنا راح نخليها لكم، هذه الغني، واضح جزاكم الله خير، هذه الغني نكتبها بهذه الطريقة، واضح؟ بهذه الطريقة نكتب الغني جزاكم الله خير، بهذه الطريقة دفع الله البلاء عنا وعنكم، على ورقة بيضاء بقلم أحمر نكتب الغني بهذه الطريقة. شفتوا المربعات؟ واضح إن شاء الله، بهذه الطريقة الغني على ورقة بيضاء يوم الخميس عند طلوع الشمس. هالنوب ورا ما نكتبها، ورا ما نكتب هاي على الورقة البيضاء الغني بهذه الطريقة، لأن هذا هو الحرز، هاي الورقة اللي راح نحملها ويانا، هذه الورقة نحملها في جيبنا ومع أموالنا أينما نذهب، حتى من ندخل إلى الحمام ندخل بها، إلى بيت الخلاء ندخل بها، هاي الورقة تكون ويانا، هي هاي الورقة الحرز. بعد ورا ما كملنا هذه الورقة وحملناها وضعناها بالجيب، نقرأ 1060 مرة، نقول ماذا؟ نقول العفو، يعني نقرأ نقول 1060 مرة من يوم الخميس، ونستمر قد 21 يوم من يوم الخميس. لما كتبنا هذه الورقة، هذا الحرز كتبنا، نبدأ نقول 1060 مرة لمدة 20 يوم أيها الأحبة، واضح إن شاء الله، لمدة 20 يوم أيها الأحبة. ماذا نقول؟ 1060 مرة نقول يا غني، واضح إن شاء الله، نقول يا غني، والعفو نكرر أزيد 21 مرة، راح أعيدها مرة ثانية جزاكم الله خير. نكتب هذه الورقة، واضح إن شاء الله، اللي هي بها الحرز بهذه الطريقة التي ذكرناها، الغني بهذه الطريقة، وإن شاء الله راح نخليها على الواجهة حتى الأخوة يشوفونها ويكتبونها. نخلي الورقة من كتبناها خليناها في الجيب أيها الأحبة، ويا أماننا نحملها معانا دائما، واضح؟ ونكرر 21 لمدة 21 يوم يوميا بعد صلاة الصبح، لمدة 21 يوم يوميا نقول 1060 مرة يا غني، واضح إن شاء الله أيها الأحبة، يا غني 1060 مرة بعد صلاة الصبح لمدة 21 يوم. إذن الحرز في جيبنا بعد ما كتبناه خليناه في الجيب، ونكرر يوميا بعد صلاة الصبح 1060 مرة يا غني بنية سعة الرزق والبركة بالأموال والأولاد،
واضح؟ بنية، لما أقول يا غني يا غني، يا نية في القلب موجودة بنية الرزق وزيادة المال والبركة بالأموال والأولاد، يا غني يا غني يا غني يا غني 1060 مرة لمدة 21 يوم. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من الذين يرزقون من حلاله ومن الذين يرزقون مجاورة حبيبه، ونسألكم الدعاء. كما سمعتم أيها الإخوة، فقط تحمل هذا الرزق، هذا الطلسم أو هذا الحرز، ترزق مباشرة كل صباح يوم الخميس عند شروق الشمس، تكتب كلمة يا غني في مربعات وتنادي يا غني يا غني 1060 مرة، تجد الأموال ترفرف عليك. في معتقد الشيعة، في معتقد الشيعة، نريد واحدا من علماء الشيعة واحدا يقول لنا بأن هذه الطلاسم والأحراز مكذوبة على الأئمة ومكذوبة على كتاب الوافي وكتاب إكسير الدعوات وكتاب مهج الدعوات وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب منهج الصالحين. كتب كثيرة عند الشيعة تحمل هذه الطلاسم والأحراز. هذا أيضا دعاء ضد السهام، وثيقة يقولون أنه مجرب، لو نقرأه سويا على الشاشة. قال: نقل ابن طاووس في كتاب المعادات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن من حمل هذا الحرز معه فلا خوف عليه من الشيطان واللصوص والسهام والرماح، ولو كتب على جلد الغزال، يبقى ولو كتب على جلد الغزال وأحكم في داخل الرمح فإنه لا يغلب في جهاد أبدا ويغلب أعداءه، ولو وضعه في البيت أمن من اللصوص والسراق والمغيرين. وينبغي كتابته بالمسك والزعفران على جلد الغزال. ما هو هذا الطلسم؟ قال: أهيا أدوناي سوماه، باع مالح، هملو حيم، ساهو برا، أسرا هنا، أديالو، أسامي، الوها، الشيها، سر، عرام، أوراب، ضغوث، سوسو، بوراه. لا، كلام كالذي يسمعه الناس في الأفلام الهندية، كلام كله هندي. وهذه وثيقة أخرى جاءت أيضا في كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي. يعني أنا أريد منك أن ترى تعدد هذه المصادر التي تنقل هذه الجرائم. يقولون لمن بال في النوم ماذا يفعل؟ هل يذهب إلى الأطباء أو يعالج نفسه؟ لا، عليه قراءة هذه الوثيقة أو يحمل معه هذا الطلسم وهذا الحرز، فإنه فيه شفاء له في معتقد الشيعة. قال: يكتب على الرق ويعلق عليه هف هف، هد هد، هف هف، هات هات، أنا له، كف كف كف، هف هف هف، معهم مسعر لهم، قل هو الله أحد الغالب، من حيث يستسحر أو يستحسر العدو إبليس، شح لبني آدم كما الذي سجد لآدم الملائكة بإذن الله، إنه كريمة بنت كريم أو بنت كريمة وولد فلان ابن فلان، شددت شددت بصورة بصورة، ختمت أو صفة صفة، ختمت بخاتم سليمان بن داود لله رب العالمين. وهذه أيضا رقية للعقرب جاءت في كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي، وثيقة يكتب صباح يوم الخميس من اسفندار مذ ماه، ويكون على وضوء ولا يتكلم حتى يفرغ من الكتابة، ويحفظه لا تلدغه عقرب، بسم الله سبحه سحه قرنيه، بريئة أو بحر، قعية برقعية، قفطة قطبعة تفطعة. كلام كله لا نفهم منه شيئا. هذا للعقرب يشق نصفين. يقول: تكتبه وتضعه في شق حائط بالبيت فإنه يسقط وينشق صفين، أي ينشق نصفين. وهذه رقية للحية، وهذه رقية للكلف أو للكلف والبرص، الكلف الذي يأتي المرأة الحامل في رقبتها، في رقبتها، فماذا يصنع؟ يقال أيضا: بوتا بوتا برتاتا، ادعني أصواتا، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ويكتب عليه قبل أن يأكل شيئا هريقة مريقة حتى يجب الطريقة. يكتب كلام كله لا نفهم منه شيئا، وأتحدى أن يفهم أحد منه شيئا، واللي فاهم يفهمني ويتواصل معي. هذه الصورة أيها الإخوة
لمجموعة من الطلاسم جاءت في كتاب إكسير الدعوات وكتاب الوافي، أعرضها عليكم، يراها لو يعرضها الإخوة موجودة معنا. هذه جولة جمعتها في ملف PDF، من أرادها يطلبها عبر موقع القناة عبر الفيسبوك، نرسلها له من طلبة العلم فقط. جولة في كتب الأدعية والطلاسم والسحر المجرب عند الشيعة. أدعية الأمان من الجن والشياطين. القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بسم الله الأول العظيم القديم خالق آدم من طين والجان من نار السموم. على كل عارض وطارق يتعرض لحامل كتابي هذا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر آية الكرسي، ويكتب هذه الأسماء، هذه الرموز التي قلنا عليها في بداية الحلقة، رموز وإشارات، ألف ألف لا دائرة ألف وحروف وأرقام. طيب، الدعاء لإفاقة المصروع أيضا، الدعاء لإفاقة المصروع نأتي به هنا. قال يكتب هذا الطلسم لإفاقة المصروع في الوقت نفسه أن تقرأ في أذنه ويكتب ويوضع على رأسه هذا الطلسم. يقولون هذا الاسم الشريف، ولا ندري أي شريف، هل جاء شرفه في كتاب أو سنة لا ندري. قال تحيط مغليال، أجب واصرف هذا العارض من هذه الجثة فإنه يفيق بإذن الله. الكلام ده موجود يا إخواني في كتاب إكسير الدعوات في الصفحة 225، هذا الكتاب إكسير الدعوات. ومما جاء أيضا لإفاقة المصروع يكتب في طبق صيني الخاتم الآتي. ما هو هذا الخاتم؟ هذا هو أرقام داخل مربعات، أرقام داخل مربعات هنا. ثم يكتب لفظ الجلالة 66 مرة ثم يمحى ويرش على المصروع ويشرب منه يبرأ بإذن الله، وهذا هو الخاتم أو الخاتم. أيضا جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال رأيت الخضر قبل وقعة بدر بيوم واحد، فقال علمني شيئا أنتصر به على الأعداء. قال قل بسم الله الرحمن الرحيم إني أسألك بحق ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام ميم راء وكاف هاي عين صاد وطاها وطاسين وطاسين وياسين إلى آخر ما قال كما ترون، كلها الحروف المقطعة في أوائل الصور، تمام؟ لماذا؟ حتى يحتمي بها. طيب أيضا سريعا هنا جعلوا حروفا، 28 حرف في القرآن الكريم جعلوا لها حروفا وخدما من الملائكة. حرف الألف يخدمه إسرافيل، حرف الباء يخدمه جبرائيل، تنزل تحت إلى أن قال حرف الضاء يخدمه لوزائيل والعين لومائيل، وهكذا. كلام كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه فائدة لرقعة الحاجة كما ترون سريعا، كلها حروف مقطعة، حروف مقطعة تحصل غايتك وقصدك. اسمع ماذا يقول الإمام الصادق في وصيته، قال لغلامه إذا أردت أن تكتب رقعة لحاجة، إذا كنت تريد حاجة تحصل غايتك وقصدك منها، فاكتب بقلم جديد بريته حديثا هذه الحروف. معاذ الله أنه يستغيث بهذه الحروف المقطعة. للأمان من السرقة كما ترون أيها الإخوة تنادي بهذا الكلام، ثم تقول لحبس السارق تأخذ قرطاسا فتدور في وسطه دائرة، هنا يعني هذا هو الطلسم اختصارا، وتكتب أسماء المتهمين في المنتصف هكذا، وتقول حبست مال فلان ابن فلان تسميه باسمه، وهكذا كما ترون. طيب أيضا هذه طلاسم موجودة في كتاب البحار وكتاب إكسير الدعوات، هنا كتاب إكسير الدعوات. أيضا في جوامع الكلم هذه كلها طلاسم ومربعات فيها آيات، بعض آيات القرآن الكريم المقطعة، تنزل هنا الدعاء لتزويج البنت والمرأة. إذا كانت هناك بنت لم تتزوج ماذا تصنع حتى تزوجها؟ تكتب سورة إن فتحنا، أول سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله عزيزا حكيما بزعفران على لباس الفتاة ستجد زوجا. انظروا لهذا الإجرام وهذه الزندقة، يكتب القرآن على لباس الفتاة التي لم تتزوج فتجد زوجا. ولمثله يكتب أيضا على لباس الفتاة البسملة 10 مرات وعشر واوات وثلاث ميمات وثلاث لامات وثلاث خواتيم، وهذا هو الطلسم الذي يوضع مع هذا الكلام. أيضا الدعاء للإلفة والمحبة، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وألقيت عليك محبة مني، وهذا هو الطلسم، هذا هو الطلسم الذي يكتب فيه هذا الكلام، وحروف القرآن أيضا مقطعة في كل هذا في كتاب إكسير
الدعوات ولحفظ الدواب من العين. حفظ الدواب من العين، ليس هناك رقية أو شيء، كلها طلاسم وتمائم. ماذا يصنع عليه في حياة الحيوان؟ وهذا مجرب للخيل والدواب كما يقولون، أن يكتب على الحوافر الأربع بسم الله الرحمن الرحيم، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ثم هذا الطلسم، عجفون عجفون، شاشيك شاشيك شاشيك، معاذ الله. وفي كتاب الوافي، أنا أحاول أن أسرع في عرض الوثائق حتى لا ينتهي وقت الحلقة، في كتاب الكافي: إذا كنت أو إذا آوى إلى فراشه فقال باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت إلى آخر الآية، إلى آخر هذا الدعاء، ثم يقول آية آل عمران، آية الكرسي وآلة آل، آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم ماذا يصنع؟ وكل أو وكل به شيطانان يحفظانه، يحفظانه، شيطانان يحفظانه من مرض، من مردة الشياطين، شاء أو أبيا، ومعهما من الله 30 ملكا، الله أكبر، يحمدون الله ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويستغفرون له إلى أن يفيق. انظروا إلى هذا الإجرام. وفي كتاب التحفة الرضوية أيضا في مجربات الإمامية: إذا أردت أن تعلم هل المرأة عفيفة أم فاسدة، فاحسب اسمها واسم أمها بالجمل، وإلا لا، أولا، وأسقط من الجميع 3، فإن بقي واحد منها فهي فاسدة، وإن بقي 2 فهي عفيفة، وإن بقي 3 فهي متهمة. هذا كله إخواني يعني طلاسم سريعة في كتاب الجفران موجودة، لعلي أصغر الشاشة بعض الشيء، هذا كلها طلاسم سريعة والوقت لا يتسع للتعليق عليها، ونختم بها إن شاء الله. انظروا إلى هذه الطلاسم كلها موجودة، كلها طلاسم ومربعات وحروف وأرقام وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان يعتقد فيها هؤلاء القوم، وقد تعمدت عرضها هكذا على طولها حتى أبين أن هؤلاء لا يفهمون شيئا، وهذا الكلام لا يمكن أن يفهمه عاقل أبدا إلا هؤلاء الشيعة عوام أو معممي الشيعة ومراجعهم بعقولهم الجهنمية، يدعون فهمها وينسبون ذلك إلى الأئمة عليهم السلام، وعلي بن أبي طالب وأولاده هم من يفهمون في معتقدهم هذه الإشارات وهذه الحروف وهذه الرموز. أكرر في نهاية هذه الحلقة: أحراز وطلاسم الشيعة كما ترون هنا تخاطب من يا شيعة، أحراز وطلاسم الشيعة تخاطب من؟ هل هذه رقى أم سحر يا شيعة؟ أليست عبادة للشيطان وعبادة للجن؟ نريد مرجعا واحدا وعالما واحدا منكم يقول بأن هذا الكلام مدسوس في كل هذه المصادر ومكذوب على الأئمة. عرضت جملة من زندقة القوم واعتقادهم في هذه الطلاسم في أن فيها جلب النفع ودفع الضر من دون الله تعالى، عياذا بالله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الشيعة إلى الحق الذي يرضيه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.